السلام عليكم جميعا اخواني اخواتي ابناء التلاميذ. الدرس ديالنا اليوم غادي يكون ان شاء الله في لا كونجيغيزون لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني الزمن الحاضر. هنا عندنا جوب سيرف معناه الاحظ. غنقرا عليكم هنا بعض الجمل اللي راه تصرفت في الوقت الحاضر، يعني شي حاجه كنديروها في نفس الوقت في نفس الساعه، يعني في الحاضر. ليلى ديسيد دو فواياجي، ليلى قررت السفر. ايل برون لو تران، خدات القطار. لي باساجير اللي هما الركاب سون كونتون، راهم سعداء. ايل ليز بارل او روغارد باغ لي فينيتر. ياك عندنا هنا واحد السؤال، من بعد حنا غنرجعوا لهاد الجمل. سولين لي فيرب كي انديك لور انفينيتيف اي لور غروب. معنى هنايا غادي نسطروا على هاد ديسيد. ديسيد لو سي لو فيرب ديسيدي، قرر، يعني هاد لو فيرب هذا راه لانفينيتيف ديالو كتكون فيه ار، معناه راه هو مصرف في الحاضر. الجروب ديالو هو لو برومي جروب، يعني المجموعه الاولى. دو فواياجي ال برون، هنا لو فيرب بروندغ، بروندغ فيرب دو تخوازيام جروب. فهنا عندنا ال برون مصرف في لا تخوازيام بيرسون دو سينغولييه، يعني راه لانفينيتيف ديالو هو دغ، يعني بروندغ. عندنا هنايا سون لو فيرب اتر، سون كونتون حتى هو حتى لو فيرب اتر هنا في لا تخوازيام بيرسون دو بلوريال مصرف في البريزون. إل ليز لو فيرب لير، الفيرب دو تخوازيام جروب. إل ليز بارل، بارلي لانفينيتيف ديالو هو بارلي، فيرب دو برومي جروب. روغارد، روغاردي لانفينيتيف ديالو هو روغاردي، فيرب دو برومي جروب. بار لي فينيتر، المهم حنا جاوبنا هنا ان شاء الله على هذا السؤال. اكيل طون، يعني اش من زمان سو باس، وقعوا هاد لي زاكسيون. امتى قررات، امتى خدات التران، امتى بروند، يعني اكيل طون سو باس لي زاكسيون. الجواب ديالنا هنايا غيكون ال هاد لي زاكسيون كاملين دارو في الوقت الحاضر، يعني في البريزون. ياك مفهوم اخواتي؟ المهم ابناء التلاميذ غادي اخواني اخواتي، يعني جميع من يتابعوني من اولياء الامور والتلاميذ السنه الرابعه والخامسه ابتدائي، عندنا هنا جوغوتيا واحد القاعده اللي كتشرح لينا البريزون دو لانديكاتيف. المهم كيف ما كتشوفوا قدامكم، لو بريزون دو لانديكاتيف اي ان طون كي اكسبريم دي زيفينمون، يعني لو بريزون دو لانديكاتيف راه واحد الزمان اللي كيحكي لينا، اللي كيقول لينا، اللي كي المهم شنو نقولوا، كيحكي لينا دي زيفينمون، احداث كي سو ديغول اللي وقعات او مومون اون لو بارل، يعني في الوقت اللي كنكونوا حنا كنهضروا. لي تيرمينيزون دي فيرب دو برومي غروب سون، يعني لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو برومي غروب هما اس او ان اس زد ان تي، يعني ملي كنبغيو نصرفوهم او كنديروها برومي بيرسون دو سينغولي، او اس دوزيام بيرسون دو سينغولي، او تخوازيام بيرسون دو سينغولي ماسكولا او فيمينال، يعني ال او ال، او ان اس دو برومي بيرسون دو بلوريال، او زد دوزيام بيرسون دو بلوريال، او ان تي تخوازيام بيرسون دو بلوريال ماسكولا او فيمينال. عندنا هنا لي تيرمينيزو، يعني النهايات دي فيرب دو دوزيام غروب سون i s i s i t i 2 s o n s i 2 s e z i 2 s e n t. كيف ما قلت لكم، première personne deuxième personne troisième personne du singulier première personne deuxième personne du pluriel. Les terminaisons du verbe de troisième groupe sont troisième groupe فيستنا اس بزاف، عندنا s s t o n s e z e n t. كيف ما كتشوفوا s o s o t في السينغولير، و O N S Z N T في البلوريال. كوغير و بعض لي فيرب دابا مرة أخرى نسأل الله نوجدهم لكم في دي ليست.
عندنا دي اس دي اس دي او ان اس او زد او ان تي كراندر بريندر يعني دي زيكزامبل هادو مثلا كراندر اي بيندر عندنا اكس اكس تي او ان اس او زد او ان تي بحال فولوار بوفوار عندنا او او اس او او ان اس او زد او ان تي بحال اوفرير كيير. المهم هذا هو الدرس ديالنا ان شاء الله ديال لو بريزون دو لانديكاتيف وما نبغيش نطول عليكم اكثر حتى الدرس الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.